جريت القصة كان عظيمة اللي اختار يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان القصة ما تبدأ الكابتن الأمير اسمه أبرهة الأشرم الثاني كان الوالي اليمن يقعد في اللسة الملك الحبشة إزراء النخس يبنوية الكنيسة مقور على مدينة صنعاء على اليمن أدستش كان العرب أدستش تؤقس تحجن بلا عرفتون تحجن لغربية الحرم وكان ميغان قصن صاكودا غيان إيرا باش أدش كلمي داد سألان التجارة اللي كسب غليمن أدوش تسلم مكة وكان الأمر اللي يخمم يعرض في الملك يقن يعرض أبره يعرض في الملك الحبشة الناس مزيان يفلكي يعجبت إنكري يورغاز إيقا قورشي إنكري يفتسل الكنيسيان إسكرقيس الحدث إسكرقيس لغائط نصف يسيد غين اللي يسكر اللي يسكر فون يجلخ كل أسر يغربان الكنيسيان أشكري غضب على شيء اللي يسكر أبره غي كان لو كان يزرع أبره هالحالتن يغضب يسكر يالجيش مقورن باش يهجم في مكة باش يريب الكعبة يلي دي كرد المرو للفيل تديو يقسني الفيل اسميس محمود انت نقول لهم قرن سكرن فتن اتجاه المكة مش هفل سهجم كما في زرين القبائل العرب هذه سنتمغن ارتنتهزم الجيش من أبرها قال لك من تمن مكة سكرنا الأول المفاوضات جلسة الشيخ المكة أتيك أنا كنت عبد المطلب بن هاشم اللي كان جد النبي صلى الله عليه وسلم كملت المفاوضات بأن أبرها أدي سري إراما لعبد المطلب صافي وكنا كنت أنتن أن يتبرو ودوغيون سنة عجمي سكرت الكعبة عبد المطلب يومر أيت المكة كله أدن كون أدغولين سيدرار نتني ولا تروان ولا تبغالي نسن أدرون باش أتنول لكم يعني الغضب عند الشدة أبرها الملكة أبرها لغا تحرك الجيش أبرها على الزقز باش تفتن أدهشم الكعبة لكم أنه كان يواسيف الموسم وادي محصر يفين تفلسنا ربي تبارك وتعالى يجلسنا كران إقضاض كي غطا قضي داري تسيت زروت مزين تقا تقدى الحمص تقا تنلتيت ادو كنتو تزروت انكران ينغل جيش ارتي تلوح اكل ارت كلو ارت كلو تبي تبي كلو تفي ينس اري تاريمت قالت لك اللقت ابرها حتى انت الملك حتى انت تت اقضادان وتنت سزرانا يبي كلو تفي ينس اري زيقزة لغي موت غوارس وكانت تختادي الآية من آية ربي تبارك وتعالى لغنصر آية مكة لينصر آية الكعبة ولي حفظ الكعبة إن ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.